كل الود والمحبة، نلتقيكم مشاهدينا وين ما تكونون بصباح جديد من برنامج صباحكم على قناة اليو تي في. صباح الخير بلال. صباح الخير أريج، وصباح الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا، إذا كنتوا بالأماكن اللي غرقانة أو بالأماكن اللي نشفت الصباح هذا اليوم. بداية هذا الأسبوع الجميلة والموفقة. طبعا الشتاء هالسنة حاد سنون علينا، وطبعا القضية قضية مطر. اليوم احنا اعتقد قبل 10 حلقات استمرينا نتكلم عن وجود ما أمطار هذه السنة، والأمطار هذه السنة أكبر وراح تصير مشاكل، لازم نتهيئ، لازم نتحضر لهذا الموضوع. الجميل بالموضوع انه تهيئنا بشكل كبير للامطار، واللي صار العراقيين يسوون ملابس السباحه من البارحه وتجريف ونص بغداد غرقت والبيوت كلها، اي بس سووا غسل للبيت اجباري يعني. الافضل صار من كل سنه، احنا كل سنه يصير عندنا تغرق مثلا مناطق الرصافه، مناطق الاطراف، كل هاي تغرق. هالسنة اللي صار اكو يعني لا اكو صار معادلة مهمة، انه مو بس الرصافة غرقت حتى الكرخ. فالبارحة اكو توحيد للاماكن اللي فاضت، وماكو منطقة ما صار بها الفيضان، حتى لا يقول واحد يا بس منطقتنا ليش، ما المناطق الاخرى شمعنا، هي مو بس غرقت، اكو مناطق تقريبا شبه صارت منقطعه، انه ما قدروا يوصلون اصحابها لاي مكان بسبب انه الفيضان يعني غرق حتى السيارات. نعم، والله يساعد اللي سياراتهم مو فور ويل هذول. وللعلم احنا البارحه مو يوم احد، البارحه يوم سبت، يعني المفروض الشوارع هادئه. البارحه انخلقت ازدحامات بسبب قطع الطرق، والانفاق كلها انسدت، الطرق اللي شويه بيها منخفضات ايضا انغلقت. لذلك البارحه صار اكو توحيد بالفيضانات، ولكن اليوم صباحا لحد الان شوي الشمس، الجو حلو. اليوم احنا شفنا الشوارع تقريبا يعني شبه لا ليش لا يمش لا احنا يا محمد جيمي يختلف الموضوع. صدق والله محمد جيمي حتى عاف السياره مالته. طبعا محمد اليوم اللي هو يجينا دائما بالسبعة الصبح تلقوه بالقناة، اليوم اجى آخر واحد. ليش؟ لأنه حتى سيارته ما قدر يطلعها من البيت بسبب الفيضان اللي واصل له. حتى عباس اللي بيتهم بالداودي هم غرقوا، يعني هاي مشكلة بالكادر اللي طبعا صارت. كل الأشخاص هم حوالينا بالاستديو حاليا دا يتفاجئون. اي كان قبل مثلا عباس يقول لمحمد غير انت قاعد بالرصافه مشكلتك ليش يعني قاعد هناك. بس دقيقه ترى لحظه، انا جيت من الكرخ الرصافه قناتنا بالرصافه. لا انت هاي ترى هسه بالكراده بعد ما والله ما عبر القناه. صدق والله اذا تعبرين القناه يعني مناطق هسه لحد الان غرقانه. طبعا اي بس تعبرين القناه بعد يعني صعبه الرجوع، العوده صعبه كلش الا زورق او العدو من امامكم والبحر من ورائكم. فالموضوع مو سهل. بالمناسبة اليوم أحد شفنا شوارع هادئة لأن الناس ما حد قدر يطلع من الرصافة، ما حد قدرت أكيد. صراحة طبعا أتمنى وزارات وجهات خدمية وأمنية أعلنت عن استنفار كامل لتصريف مياه الأمطار من الشوارع ضمن خطة مركزية على مستوى بغداد كلها. هاي مهمة. هاي الخطة المركزية طبعا إحنا صار لنا من 2003 لحد اليوم نشوف الخطة المركزية تبلش ايش وقت بعد ما تصير الأزمة، إذا كانت أمنية، إذا كانت خدمية، إذا كانت اقتصادية، إذا أي كان ما عندنا شيء استباقي، تحضيرات، تهيئة. طبعا عاشتيد أمين بغداد البارحة وقف ولبس ما يلزم أنه من الملابس اللي حتى تحميه من الفيضانات، وقف وده يشتغل خطية حال اي عامل. هو المفروض الامين يشتغل حاله اي عامل، عفوا لو الامين المفروض يهيئ نفسه ويهيئ الموظفين يشتغلون قبل فتره، قبل شهر، قبل شهرين، حتى تكون المجاري مفتوحه والامطار تجي وتمر بدون انت مكانك بالمكتب وتخطط صح وتمشي الامور صح. ما الناس ما بحاجه لوقفة الأمين بالشارع، ما محتاجين إحنا يوقف شخص. أنت شو تريد تسوي؟ قابل جليندايزر أنت مثلا حتى تجي تشيل هذا الفيضان اللي عايشة به الغرقانة به الناس؟ أنت رجال وحدك لا حول ولا قوة، مجرد أكو شغل
المفروض الناس اللي تشتغل من زمان مهيئه هذا الظرف. ترى المطر البارحه يعني ترى البارحه مو ذاك المطر يعني مو فد مطر يعني خارق او أي. المانيا اربع اشهر المانيا اربع اشهر تمطر بيها ما تشوف بيها قطره مي بالشارع. الدول ماليزيا اللي مستمره الامطار عندهم احنا مطرت مطره كلش خفيفه يعني ما كانت خفيفه بصراحه بس كانت لا باس بها بس احنا يعني شنو حسينا نفسنا في يعني كوارث فيضانيه مو خفيفه يعني خفيفه المطره البارحه يعني حتى الماسحه انت منين تعرفين المطره؟ من الماسحات مال السياره المفروض بصف. تستمر ما تستمر ماكو واحد يشغل ماسحه مستمره لان مو كلش ديش المطره اي وتوقف بس وتوقف بس الفيضانات هذا الفيضان ما توقف بسبب المجاري لحد هاي اللحظه. طبعا كثير من سكان مناطق بغداد المختلفه لقوا نفسهم محاصرين بالاوحال والمياه اللي غمرت الشوارع والازقه خاصه. طبعا صح هاي المناطق اللي تعاني من غياب التبليط هذه مشكله اخرى. مواقع التواصل الاجتماعي انملت بصور ومقاطع لمناطق بغداد الغارقه بمياه الامطار واللي يعني بصراحه علق بعضهم ووصف المدينه بعد الامطار بانه صارت تشبه مدينه فينيسيا الايطاليه. كانت اكو صور مستمره والبيجات اقصد بالتخصيص بيجات المناطق بيج فرضا السيديه بيج الرصافه بيج حيقور بيج الدوره منصور اليرموك كل المناطق البيجات كانوا عندهم مصورين صح ثابتين بالشوارع وينقلون الحدث اول باول لما يحدث ومن المشاكل اللي صارت كثيره طبعا من ضمنها الحوادث اللي صارت بالسيارات. طبعا الحلقه ما كانت البارحه يعني احنا حلقتنا اليوم السبت كان ما شفتونا نهائيا كان طلعوا لكم حلقه اعاده الحمد لله اليوم الشوارع اوكي نسبيا وقدرنا نوصل. انتوا اليرموك شلونها كانت؟ اربع شوارع؟ البارحه كانت غرقانه حتى اليرموك اي تقريبا هاي الاربع شوارع اللي بحياتها ما غرقت البارحه غرقانه غرقت اي خلينا نروح للعناوين كيف نربي أطفالنا على حب القراءة؟ طرق ووسائل لتعويد أطفالك على رعاية النباتات المنزلية. رغم منع زراعتها، شجرة الكونوكاربس الضارة تغزو شوارع بغداد. طبعاً لحد الآن يمكن حتى الأوتوكيو غرقان يعني ما أدري الكلمات كلها رايحة ما أدري وين اليوم في عالم يمتهن كثير من المهن وكثير من الأعمال. طبعاً أكو قضايا مهمة لازم نتكلم بيها وخاصة المواد الرقمية شلون نربي أطفالنا على حب القراءة طرق ووسائل لتعويد أطفالك على رعاية النباتات المنزلية هذه المواضيع اللي ذكرناها من ضمن المواضيع اللي راح نناقشها لهذا اليوم بس أريد نبدي حلقتنا بخبر ثقافي حلو ومميز اللي هو معرض سليمانية للكتاب في دورته الثانية انفتح وافتتح أعماله قبل أيام بمشاركة ناشرين عراقيين وعرب وأجانب. ظروف كورونا ما منعت من إقامة المعرض اللي كانت دورته عنوان مع الوقاية نرافق الكتب. ويشمل المعرض على عدد من الفعاليات والندوات والأمسيات الثقافية والأدبية ومن المقرر أن يستمر لحد يوم 27 من شهر تشرين الثاني الحالي. المعرض انطلق بمشاركة أكثر من 400 دار للنشر مع 17 دولة عربية وأجنبية من بينها السعودية ومصر ولبنان وبريطانيا وهولندا وغيرهم. الحضور في الأيام الأولى كان جيد من قبل مواطني الإقليم وباقي المحافظات العراقية وسط اتخاذ إجراءات وقائية من قبل إدارة المعرض لحماية الزائرين من خطر عدوى فيروس كورونا. وللحديث أكثر طبعا هذا الموضوع اللي هو صار هسه موجود بكل الاماكن اللي بيها احتفالات الاماكن اللي بيها ندوات كل هذه التفاصيل دائما
يكون بها دائما النظر حاليا الى كورونا وكيفيه الوقايه من كورونا، وهذه صحيح. التفاصيل اللي ممكن نقدر نتخلص من هذا الخطر ان شاء الله بالايام الجايه راح تكون اقل، وبس تبقى الوقايه. انا اعتقد حتى بعد ما تروح كورونا تبقى قضيه الوقايه. اتوقع احنا اصلا يعني موضوع الكمامه حتى لو احنا مرات هسه بطلنا نلبسها هوايه او يوميا مثل قبل، بس صارت جزء يعني من الوجه. صح. يعني انت مرات احنا نطلع المكان هسه يجوز الكمامه قليل، بس المعقم صار جزء يعني موجود وين ما تروحين. ايه هسه تمين يجيك خطاره وش قبل الشاي مو معقد بخاخ كحول. بس هم انسى يعني صراحه حتى واحد يكون واقعي هم واحد ينسى، بس بدون شك صار كل بيت بهذه المواد التعقيم، كل بيت به كمامات، كل سياره بها كمامات مشمره. لازم عموما اريد بس اعقب على شغله ان السليمانيه هي محافظه نشطه بالمعارض، ايضا جانب الثقافي كان عندها معرض قبل فتره او قبل كم يوم عن معرض الحياه اسمه. نعم. وهسه معرض الكتاب. هسه معرض الكتاب هم فد خلينا نقول نشاط مهم، وهذه السنه الثانيه له، وحلو ان سليمانيه شويه دا ترجع بيها الحياه خاصه الجانب الثقافي. هذا مهم جدا انه الجانب الثقافي في محافظه سليمانيه دائما مهتمين به بشكل كبير. طبعا أجنحة كتب الأطفال كانت موجودة في المعرض وشهدت إقبال جيد عليها، وهذا الموضوع ينبه إلى أهمية تعويد الطفل إلى القراءة أو على القراءة من وقت مبكر. صح. وتشجيعه على هالشيء، لأن راح تنعكس على سلوكه وطريقة تفكيره ونجاحه في حياته بالمستقبل بشكل واضح جدا. من الدراسات وحتى التجارب العلمية والحياتية، كانت طرق تربية الأطفال المثلى والتوجيه الذي يجب أن يقادوا إليه محط جدل بين الآباء والعلماء والمختصين، وما يزال إلى الآن، فلا يكاد يتفق جانبان على شكل تربية واحد للطفل لأسباب لا يكون فقط التوجه الأيديولوجي والفكري للفرد هو المؤثر فيها، بل لأن الطفل في طبيعته ورقة بيضاء مستعدة لتقبل كل ما يكتب عليها، الأمر الذي يبدو لكثيرين مغر جدا لنسخ أفكارهم إليه. ولكن وعلى الرغم من هذه الخلافات، إلا أن هنالك بعض الاتفاقات على منهجيات معينة يمكن من خلالها تحسين فرص الطفل في تكوين شخصية أفضل مما سيكون عليه دونها عند بلوغه. أهم تلك هي تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة والتحري عن الأمور التي قد تبدو مبهمة لهم، فهي طريقة مضمونة لزيادة حب المعرفة وخلق الثقة بالنفس للأطفال. تلي النقطة الأولى في الأهمية ضرورة أن يكون الآباء صادقين مع أطفالهم، خداعهم بوعود لتحقيق أمنيات غير ممكنة لن يؤدي سوى إلى تقويض ثقتهم بنفسهم على المدى البعيد، وهنالك سبل لمنع ذلك مثل التأكيد للطفل على قدرته على أن يكون ما يريد عندما يكبر، مع التجديد على امتلاك خطة بديلة تقيه من مخاطر الفشل. ذلك يؤدي إلى خطوة أخرى هي بذات الأهمية، تعليم الطفل تقبل الفشل على أنه حقيقة حياتية مرافقة لكل فرد، ولا يعدها نهاية الطموح أو الجهود، بل خطوة أخرى للنجاح. ذلك مهم لخلق طفل معد لمواجهة مشاكل الحياة بكل أشكالها. كما ينصح أيضاً بالقراءة للأطفال بشكل مستمر لتعليمهم حب الاطلاع، وكذلك تناول العشاء مع أطفالهم لخلق الروابط الأسرية الصحيحة، والأمر الذي يؤدي حتماً إلى نهج آخر مهم، وهو مساعدتهم لإدراك أخطائهم، حيث يكون ذلك أسهل حين تكون علاقة الأبوين وثيقة مع أطفالهم. شفنا شقد مهمة القراءة للطفل وشقد هي مصدر أساس لتعليمه قوة الشخصية والمعرفة وحتى طبيعة سلوكه، لكن فوائدها ما تتوقف فقط عند الأطفال، أكو فوائد ثانية يمكن أكثر
دهشة خاصة للبالغين. بعض الدراسات تقول أن القراءة مرتبطة أيضا بزيادة العمر، منها دراسات بينت أنه هذه المدة تزيد إلى 23 شهر، لكن النقد اللي وجه لهذه الدراسات يقول أيضا أنه هي صارت بدول العالم الأول وبالمقارنة مع دول العالم الثاني والثالث اللي نسب القراءة بها أقل، وبالتالي الوضع الاقتصادي والراحة والترفيه هي كفيلة أساساً بضمان هذا التفاوت بالعمر. طبعاً هالشي يعني بصراحة ممكن أنه، لكن القراءة أيضاً تقلل نسب التوتر بإشغال العقل وتدريبه على تناول مواضيع أخرى غير الأحداث المقلقة اللي يفكر بها بالعادة، وهذا يقودنا إلى فائدة أخرى وهي زيادة السعادة وتقليل الأرق وزيادة ساعات النوم بعمق وخلال هذا اليوم، وهذا بحسب دراسة أجراها مجلس النوم البريطاني. طبعا فوائد القراءة هي هواية وأهمها توفير المعرفة، وبنفس الوقت مهما كانت هذه الفوائد عجيبة أو غريبة حتى مبالغ بها من دراسات تتنبه إلى على جانب واحد، تبقى أهم مميزات القراءة أنها توفر للأفراد معرفة الذات وتحسين الشخصية. تأثير الوالدين في التشجيع على القراءة كبير جدا على الطفل، وخاصة في جعله أنه يحب هذه العادة المفيدة ويختار ما يقرأ أيضا. يأتي الوالدان في مقدمة العناصر الأكثر تأثيراً في الطفل وتكوينه لشخصيته، لأنهما النافذة التي يطل منها على العالم والمنهل الأول الذي يستقي منه المعرفة والنموذج الذي يتعلم منه أنماط السلوك. يعتبر الآباء قدوة مهمة في القراءة خاصة للأولاد، ووفقا للدراسات الأخيرة فأن الأطفال يميلون لمحاكاة أنشطة قراءة الوالدين بشكل أكثر دقة مما كنا نتوقع، حيث يمكن للآباء أن يوسعوا تصور الأطفال عن القراءة. وأظهرت الدراسات أن اليافعين الذين يقرؤون كثيراً ما يكون لديهم دافع لقراءة كتب يقرأها آباؤهم أو قرأوها في شبابهم، وكلما قرأت أكثر لأطفالك كلما زادت المعرفة التي يكسبونها في جميع جوانب الحياة. تؤثر القراءة لدى الأطفال الصغار على نشاط الدماغ كما تعلمهم التركيز، وحتماً ستثير لديهم أسئلة حول الكتاب والمعلومات التي بداخله. وأحد الفوائد العظيمة للقراءة مع الأطفال هي تنمية خيالهم، فإن تخيل ما تقوم به الشخصيات وتخيل الموقف كأنه حقيقة، ورؤية الإثارة في عيون الأطفال عندما يودون أن يعرفوا ما في الصفحة التالية أو جعلهم يخمنون ما سيحدث هو أحد الأشياء المدهشة التي يمكن ملاحظتها عند الأطفال القراء. وإحدى أكبر مزايا القراءة للأطفال هي خلق القرب والمودة، فالاسترخاء مع طفلك والاستمتاع برفقة بعضكم البعض أثناء القراءة يمكن أن يكون وسيلة رائعة لزيادة الترابط بينكما. للحديث أكثر حول أهمية قراءة الأطفال للكتب وتعويدهم عليها، وشلون الآباء يختارون عناوين الكتب الصحيحة اللي يقروها لأبنائهم، ويانا بالاستوديو الفنان والأكاديمي الدكتور حسين علي هارف. صباح الخير دكتور. صباح الخير أريد. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير صديقي بلال جميل. بداية دكتور خلينا نسأل عن أهمية القصة للطفل. طبعا الطفل، اسمحوا لي بالبدايه اول مره اقول صباح الخير على اطفالنا الحلوين بمناسبه انه اول امس كان اليوم العالمي للطفل، يعني هاي حقيقه. نعم. مؤسف انه مر هذا اليوم في بلدنا يعني بدون ما نعطي هذا اليوم اهميه وحقه، سواء كان من الاعلام او من المؤسسات الوزارات المعنيه بالطفوله. يعني هذا شيء احنا كل سنه نعيده وشيء مؤلم. يعني نرجع الى الطفل، إلى حاجات. نعم. طفل كائن
يعني يمتلك خصوصية في عملية التلقي. نعم. حاجاته سيكولوجيته. البلدان العالم تضع دراسات وتبني مؤسسات لغرض دراسة الطفولة عندهم في بلدهم. صحيح. شنو احتياجاتها النفسية التربوية الوجدانية لكي تشبع وتلبي هذه الحاجات، لأنه الطفل عندما يصير عنده نقص في الحاجات وما تشبع عند الحاجات راح يتحول إلى مسارات منحرفة، إلى مسارات سلبية. إلى مسارات عدوانية إلى صح. ولهذا يعني في كل العالم يهتمون بالطفل حتى أكثر من الأسرة. زين. بمعنى عندما يتعرض الطفل إلى ضغط أو عفوا إلى 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 يعني إساءات حتى داخل أسرته من أقرب الناس إلى الدولة تتدخل في حماية هذا. خلينا نرجع على أهمية القصة. إذن من ضمن الحاجات اللي يحتاجها الطفل إنه هو يقرأ. لكن في ظل هذا الآن التطور التكنولوجي الهائل، إحنا لا يكون أن نقول أنه هو ليس بحاجة إلى قراءة لأنه يمتلك كل شيء. لا، أنا بتقديري هو علاقته بالكتاب، علاقته بالمجلة، مجلات الأطفال اللي كانت عندنا، مجلتي والمزمار، عندنا دار ثقافة الأطفال تصدر أكثر من سلسلة. نعم. سلسلة شعر، سلسلة قبل ما ندخل بهذه. فالطفل بحاجة هذا إلى هذا إلى. نعم. إلى جانب ثاني. المزمار ومجلتي هذا إلى. نعم. جانب ثاني. اكو احنا اصحاب تجربه وناجحين بالتجربه هذه. نعم. يعني احنا سابقا اذا ذكرت مجلتي والمزمار كانت تصدر للدول العربيه، اذا ناجحين بامتياز. احنا ناجحين باعتبار احنا كل ما يعني ينتج للطفل حتى بالبرامج التلفزيونيه اللي انتجت بالعراق او شارك بها العراق سواء كان بالاعداد بتهيئه هذا البرنامج، رجعنا لورا احنا لو شنو؟ اي للاسف يعني حتى ما نكون يعني خلي نجمل الاشياء. اي واضحين انه اكو تراجع في اولا الاهتمام الحكومي. زين. والرعايه الانتاجيه والرسميه لمنتج الطفل، منتج الاطفال. عندما اقول منتج الاطفال اقصد ما ننتجه من اغاني للطفل، من سينما اطفال، من صحافه الطفل، من مجلات، مجموعات شعريه، مجموعات قصصيه، مسرح طفل، مسرح دمى، تشعب مجالات الطفولة واسعة جدا في محاولة التواصل. احنا عندنا هاي الامور كانت بها فعالية سابقا، لان دار ثقافة الاطفال المؤسسة المعنية الاولى كانت تمتلك الامكانيات المادية والانتاجية. صحيح. ان تطلع مجلتي والمزمار كان تصدر وصلت الى ربع مليون او نص مليون، بمعنى كانت تصل للاطفال بجلولاب والمسيب وبالفلوجة وباقصى مدن. الان حدود توزيع مجلتي والمزمار حدود يمكن القريبة، المدارس القريبة من الدار، وحتى الطباعة وحتى الإمكانيات. أنا على تماس معهم حقيقي، يعانون مع العلم في هذه الدار خيرة الرسامين، كتاب السيناريو والكوميكس وفنانين. إحنا في العراق نمتلك مثقفين أدباء وشعراء وفنانين ينتجون للطفل. بس أكو هاي النقطة حتى لنعبرها. أي. دار ثقافة الطفل بي مثل ما قلت. نعم. بس وصلت مرحلة أكو ناس مع اعتزازنا بيهم. ايه. كبروا بالعمر. صحيح. بوزارة الثقافة، فمن يريد يقول له وين أودي؟ ودي دار ثقافة الأطفال. هاي يعني ربما هاي الجانب الإداري. أي يعني ليش؟ صحفيين. لا. إعلاميين. صحيح. هواية. صحيح. يعني. ولكن أنا أقصد بالمجمل العام. ليش يا دار ثقافة الأطفال مو تتعامل فقط مع منتسبيها سابلات؟ صح. يعني معناه أنا مو منتسب، أنا منتسب وزارة التعليم العالي، أستاذ جامعي بكلية الجميلة. ولكن أنا في كل سنة أتعامل مع دار ثقافة الأطفال. أنا أسست لهم في 2009 أول مهرجان عراقي للدمى. معناها هم منفتحين، هم يتعاملون مع كل من يتعاطى مع منتج الطفل. هذا شيء وهذا صحيح، هذا متين منه. هذا بس متين. هو حالة، بس حالة حال روتين الدوائر الحكومية الأخرى. نعم. اللي بيها موظفين هم ما لهم علاقة بيها بالعمل. موظفين، ولا أنا أتحدث عن الجانب الفني. أقول. نعم. أن هناك إمكانيات فنية. إحنا عندنا يعني الجانب البشري، الجانب الفني الإبداعي متميز. عندنا خيرة شعراء الطفل عربيين من العراق. شوف أي مسابقة، أي مهرجان، مسابقة مال شعر، مال قصة طفل، مسرح طفل، من الذي يفوز؟ دائما المراكز الأولى واحد منهم أو اثنين هم من العراق. يعني محمد جبار حسن الله يرحمه، جليل خزعل، فاضل الكعبي، يعني جعفر علي جاسم، شعراء عندنا. وكذلك في القصة كتاب القصة حسن موسى وغيرهم. وفي المسرح لدينا الإمكانيات البشرية ولكن وأيضا لدينا الإمكانيات المادية، ولكن
لم توظف، بمعنى انه حصه الثقافه خلينا نعترف يعني مو بس ثقافه الطفل، هسه وزاره الثقافه اذا نشوف ايش قد نسبه تكرس لها من ميزانيه الميزانيه العامه في كل سنه، دائما هي اقل نسبه ضئيله ضئيله جدا الى الحد المضحك يعني اسمعوني. ولهذا يقف الفنانون والمثقفون عندما يريد ينتج يقف مكتوف الايدي انه كيف ينتج، لانه ثقافه الطفل مكلفه يعني بمعنى انه نسوي اغنيه للطفل اكثر تكلفه من الكبار، نسوي قصه للاطفال او مسرحيه للاطفال تكلفتها اكثر من الكبار. تصوير انتاج كثير من ايضا الادارات ايضا ربما لا تعي هذا الموضوع، والوزارات المعنيه بالطفوله ايضا لا تعي لحد الان يعني أهمية الثقافة وأهمية الأدب المنتج للطفل. زين، بالنسبة إلى خلينا نقول الكتب أو القصص اللي تهتم ب خلينا نقول الأطفال، هل أكو إقبال أصلاً عليها من الطفل العراقي؟ يعني هو المفروض لو السوشيال ميديا أو التطور التكنولوجي ضعف هذه النقطة أصلاً يعني، وما أنهاها يعني ربما هو حد منها يعني الطفل يجد في الأجهزة اللي بمتناول إيده يجد الكارتون والإنيميشن والأفلام والبرامج، لكن أنا مجربها إلى الآن من أجيب مجلات أطفال إلى أحفادي وأضيهم أشوف يعني يتلقفوها، ربما صح يعبث بها لكن يشوف كثير الصور الألوان تجذبه ويحب عملية التقليد. الكتاب لها سحر، المجلة لها سحر، القصة لها سحر. يعني سابقا أيضا كانوا جداتنا يسولفون، ليش؟ لأنه يعرفون الطفل خياله يحتاج إلى إشباع، فمن اللي يشبع الخيال؟ القصة بها خيال، خاصة عندما تكون مو قصة واقعة، عن شخصيات فانتازية، عن سحار، عن يتقبل عن المناهج التعليمية، معاك ويتفاعل الطفل كائن محلق في خياله، فيحتاج كاتب بمستوى خيال هذا الطفل. ولهذا عشان شو نقول دائما اللي يكتب للأطفال لازم يكون عنده المؤهلات والإمكانيات الفنية أضعاف ما اللي يكتبوه للكبار. يعني هسه طبيب الطفل، أطباء الأطفال شو يدرس؟ يدرس الطب العام، هو خريج طب عام، ولكن يرجع يدرس شيء مضاف ما يتعلق بخصوصية الأطفال والجانب النفسي أيضا، الجانب النفسي والصحي. يعني أنا طبيب أطفال، شوف برا يعني هسه احنا نفرق بين طبيب الأطفال طبيب الكبار، لكن عندنا بلداننا اللي يكتب للكبار إلى مرتبة ومرموقة واجتماعية، لكن اللي يكتب للأطفال صح نظرة دينية. بس دكتور المناهج التعليمية الحديثة اليوم يعني حتى الكتب مالتها حلوة، التغليف، الألوان، حتى المحتوى تغير عن قبل 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة. يعني أنا من أشوف كتب لأطفال أو يعني اللي بالمدرسة بالصف الأول أو الثاني يعني أشوفها أصلا هي تواهس أن واحد يستمتع بها مو بس يقراها، عكس ما إحنا مثلا كنا نقرأ. يعني حتى المحتوى تغير، هي أصلا المناهج التعليمية أشوفها أنا مو قاصرة من ناحية التنوع. المناهج التعليمية يعني من ناحية الشكل للأطفال المراحل العمرية من يعترض عليها الآن. يعني أنا بتقديري الآن نحتاج إلى مؤتمر في وزارة التربية بعد وزارة التعليم العالي في إعادة النظر في تحديث المناهج بما يلائم هاي التطورات. الطفل يعجب الشكل الفني، أنا أشوف شارع المتنبي نوبات، يعني مو نوبات، دائما في شارع المتنبي وأشوف مثل عائلة جاي يشترون أو كذا، الأطفال شي جذبه لما أكو بالبسطيات الكتب فتشوفه يحاول يجر الأب والابن إلى صح. شوف إذن الكتاب إلى سحرة يعني يريد يكتبون. فالشكل الفني حتى الورق يعني نباوع نوعية الورق، مجلتي والمزمار كانت من أرقى المجلات المخصصة للأطفال، كان يعني تصل إلى بلدان عربية. يعني في تونس صديق إلي في عمري تقريبا يسألني عن مجلة والمزمار، فأقول له شنو مش مدري، فيقول لي مو أني أبويا كان يجيب ليها من شذر وأني ثقفت، لأنه مجلة والمزمار من سنة 69 يعني عمرها راح يصير قد 70 سنة يمكن 50 تقريبا 50 سنة عفوا 50 سنة تقريبا عبرة الخمسين يوبيل فمش قد عندنا تاريخ عريق في ثقافة يعني هاي المجلة اللي أخذت يوبيل واللي حد الآن ما حد قال ولا حد سوالها فد حفل سوالها يعني المهم شوفها من ظروف الدازة أنا اقترحت عليهم قلت لهم بسوي احتفالية كبرى مناسبة هذا اليوبيل. يعني هذا اقتراح ضمن اقتراحاتك الكثيرة للأطفال. بس أكو جانب أريد نعرج عليه، احنا قبل أيام نشرنا بقناتنا المؤتمر التأسيسي اللي حصل بما يتعلق بالعرايس. نعم.
فريد تحدثنا عن هذا الفن ايضا للاطفال واهميته وشلون نقدر نستغله اليوم. يعني هو هذا احد المجالات الحيويه والمهمه اللي ممكن نخاطب بها الطفل، يعني بالاضافه الى القصه والكتاب والشعر والاغاني الطفل اللي وسينما الاطفال معدومه، عندنا العرائس اللي هي الدمى. يعني الدميه كائن محبب للطفل لانه يقدر يحاكيها، مو بس البنت بالمناسبه، هي الدميه حتى للكبار. لا نحن نستمتع في بعض الـ أكيد طبعا بعض العروض، هو فن للجميع، ولكن الطفل هو أقرب، يحب يشوف الدمية كائن بها سحر، بها خيال، فيتعاطف معها يلاعبها. أحيانا لبعض الأطفال هو يصنع دميته من نفسه. فإحنا فن الدمى عندنا يعني هو مع أنه من الخمسينات عندنا رائد الدمى طارق الربيع الله يرحمه وأنور حيران، كانوا برنامج قرقوز وبشنيور، كان عندنا تأسيس، لكنه هم نرجع نقول سر انقطاعات وفنانين الدمى عندنا يروحون يسافرون خبراتهم تصير برا. فأنا بالآونة الأخيرة شفت أنه هذا الفن موجود، أكو شباب بالمحافظات في بغداد ومحافظات، لكن ماكو فد حاضنة إدارية أو فد تنظيم أو فد اتحاد نقابة تجمعهم. فدعيت على الفيس الى انه نأسس اتحاد العراقي لفنانين الدمى، مثل ما اكو اتحاد صحفيين او نقاب صحفيين واتحاد ادباء واتحاد موسيقيين ومسرحيين. فنلملا ويعني استجابوا بشكل انا ما مصدقه، واذا دعيت طبعا بدون نفقات على حسابهم، يعني اجوا الى نقابه الفنانين وحضروا قرابه 70 واحد من محافظات، حتى من الموصل ومن البصرة اجوا بنفس اليوم، راحوا ورجعوا، ومن الناصرية ومن السماء ومن الديوانية ومن الرمادي وديالة، يعني تفاجأت يمكن محافظتين فقط من كل المحافظات كانوا موجودين. احنا بحاجة انه ننشط هذا مسرح الطفل، يعني حتى هو اصلا يعني مورد للوزارة او لل الهيئة. يعني هو احنا اكيد هو ماكو فن بدون مورد، ولكن احنا منتج الطفل بضاعة غير ربحية، يعني هاي مسؤولية الدولة. في كل العالم ما ينتظرون انه المسرح الطفل او سينما الطفل، بالعكس الدولة شو تسوي؟ تخلي التذكرة جزء بسيط للطفل وجزء تتحمل الدولة، يعني اذا سعر التذكرة حنقول 5000 فالطفل يدفع 1000 والدولة تدفع 4، وابو المنتج يروح يودي للدولة التذاكر الباحة، فيقولوا ايش قد بعت، يقولوا فيدفعون منهم. شوف شقد أهمية أنه حتى حريصين على أنه الثقافة بضاعة مدعومة، بضاعة مدعومة حتى في بلدان فقيرة يفكرون بتنمية، لأنه هاي تنمية بشر، هذا استثمار البشر مو استثمار المادي. فكيف ببلد بالثروات المهدورة وبهاي الأموال وبهاي الأشياء، يجب أن يكون كل المنتج الثقافي مو بس للصغار حتى الكبار هو مدعوم، بل حتى الإعلام. أنا أذهب الآن أكو رعاية للإعلام الحكومي وغير الحكومي من قبل الدولة، إحنا بلد غني، فمن باب أولى أنه مواطننا يريد يأمن حاجة ثقافية، يريد يروح للمسرح، يريد يشوف دور سينما. الآن شارع السعدون كان سينما الأطفال، أنا دائما أنقر أقول لي أن إحنا طفل وين يشوف أفلام سينمائية؟ يمكن لو يروح ويا عائلته للمول ويدخل ويشوف افلام هي مو مخصصه له، مثل ما الان طفلنا يسمع اغاني هي مو مخصصه له، يضطر، لانه مطربين الاعزاء مثلا وفضائياتنا ما ينتجون. صح. يعني زملائنا الفنانين هاي يعتبر الا مطرب جريء يعني من كاظم الساهر الى اقولهم انتم الالبوم اللي طلعوه ايش تخسر اذا طلع اغنيه للطفل؟ نعم. هسه لا تسوي البوم خاص للاطفال، لكن اغنيه لو كان كل مطرب سوى 5 اغاني للاطفال صرف فيها من جيبه، وهم ما شاء الله وضعهم المادي احسن من عندنا احنا المسرحيين التشكيليين، فكان صار عندنا منتج اغاني اطفال يرددوا بدل ما يرددون اغاني الفضائيات العربيه اللي موجهه للطفل. احنا كلش نشكرك، وبصراحه الوقت احنا تجاوزنا عليه أكيد. بس الموضوع مهم جدا كان. نتمنى لك التوفيق بمجال عملك وخاصه بما يتعلق بالاطفال. شكرا لك دكتور. واخر كلمه لحضرتك بنص دقيقه. شكرا لكم، شكرا لقناه يو تي في على اهتمامها. انا افرح عندما فضائيه عراقيه يعني تهتم بمجال الطفل، وانا ادعو الحكومه والمؤسسات الحكوميه للتفكير جديا بثقافه الطفل، واولها اطلاق فضائيه للطفل العراقي، وهذا راح يحل كل المشاكل ان شاء الله المتعلقة. ان شاء الله. شكرا لك دكتور. فاصل وراجعي لكم.
طبعاً رجعنا وياكم من جديد. ورعاية النباتات المنزلية اللي هي ممكن تساعد طفلك في تطوير ونمو شخصيته بمراقبة زراعة البذور ومشاهدتها تنمو. طبعاً هذا يساعد الطفل على أنه يعرف أكثر عن عملية النمو والبيئة وعن المواد الغذائية اللي يتناولها. أما الحرص على رعاية النباتات والعناية بها يساعد على تعزيز شعوره بالمسؤولية والإنجاز أيضاً. طبعاً أريد كلش تحب الزرع والنباتات في البيت. أي فعلاً أحب الزرع وأي إنسان يحب الزرع لأنه لا أنت يعني تحبين أكثر تحبي أكثر يعني يضيف حياتي لأي مكان. زين. طبعاً حتى نشجع الأطفال على رعاية النباتات المنزلية ونأخذهم لبعض الوقت من الهواتف وألعاب الفيديو، خلونا نتعرف على هذه النصائح من موقع شي نيوز الأمريكي. اجعل التجربة ممتعة ومثيرة، أي عندما يدرك الأطفال عدد الأشياء المثيرة للاهتمام اللي ممكن يشاركون بها راح تزداد رغبتهم بالمشاركة. ولا تجعل الأمر كمهمة تكلفهم وإنما ركز على المتعة والمرح في الموضوع، واشتري لهم أدوات الزراعة وهي إحدى الطرق الجيدة لتشجيع الأطفال على الزراعة، إنه تشتري لهم أدوات يعني بستنة مصنوعة للأطفال بألوان مبهجة وأحجام مناسبة لهم ويسهل عليهم التعامل وياها. ومن المهم ايضا اختيار نباتات سهله النمو، ومهم ايضا انه تشرك الاطفال في اختيار النباتات اللي يقررون زراعتها، لكن تاكد من انه الاختيار خالي من المتاعب قدر الامكان، والنبات سهل النمو وفرص نجاحها كبيره كي لا يصاب طفلك بالاحباط. وشيء مهم ممكن استغلاله وهو اهتمام طفلك بالانترنت، حيث يمكن الاستفاده من اهتمام الطفل بالانترنت في قضاء بعض الوقت للبحث عن معلومات لها علاقة بالزراعة وكيفية الاهتمام بالنباتات. نروح لهذا التقرير ونرجع لكم. صباح الخير، شلونكم مشاهدينا الأعزاء؟ بما أنه آخر فترة صار إقبال الناس على اقتناء النباتات المنزلية سواء كانت ظلية داخل المنزل أو حديقة المنزل، فهنا راح نجيب لكم مجموعة لطيفة من النباتات اللي يمكن العناية بها داخل المنزل سواء كانت في الغرف أو صالة الاستقبال أو في المكاتب أو في الحديقة. ومن النباتات المنزلية الشتائية نبات الأوركيد. نبات الأوركيد نبات جذاب وجميل، موطنه الأصلي جنوب شرق آسيا والفلبين وشمال أستراليا. يمكن سقي هذا النبات مرة واحدة في الأسبوع بعد التأكد من جفاف التربة، وتكون أوراقه سميكة خضراء محاطة بحامل الأزهار. النبات الثاني نبات البنفسج الأفريقي. طبعاً يتميز هذا النبات بلونه الجميل والجذاب اللي ينطي إضافة جميلة على ديكورات الداخلية للمنازل والمكاتب، وأيضاً من اسمه الأفريقي يوجد في أفريقيا. يسقى هذا النبات مرة واحدة في الأسبوع، ولكن يجب أن نتجنب عدم تعرض أوراق النبات إلى الماء حتى لا يتسبب في مرض النبات وبالتالي يؤدي إلى موته. النبات الثالث وهو النبات الأخير ساق البامبو، ويعتبر نبات جالب للحظ. يكون هذا النبات مناسب لفصل الشتاء كونه لا يحتاج إلى ضوء الشمس المباشرة، وأيضا لا يحتاج إلى التسميد، ويمكن أن يعيش في الماء، ولكن يجب أن نتأكد من خلو الماء من الكلور كون الكلور يؤدي إلى اصفرار الساق وبالتالي موت النبات.
وبهذه الطريقة حافظنا على النباتات داخل المنزل سواء في الغرف أو في المكاتب، وما ننسى أيضاً أكو نباتات جالبة للحظ ونباتات تنطي من الطاقة الإيجابية داخل المنزل يجب اقتنائها. شكراً متابعينا على مشاهدتكم لهذه الحلقة، مع السلامة. طبعا بالسنوات الأخيرة انتشرت بالشوارع العراقية أشجار مختلفة، بعضها مستوردة من بيئات أجنبية، وإحدى هذه الأشجار هي شجرة الكونوكاربس واللي انملت بها شوارع بغداد. طبعا هذه الشجرة ثبت أنه هي مضرة بالبيئة بشكل عام وحتى بصحة الإنسان، وصدرت قرارات بمنع زراعتها لكن ما زالت تملأ شوارع بغداد. خلينا نشوف هذا التقرير. تتنوع الأشجار المزروعة في مختلف الأماكن من شوارع ومنازل وغيرها من الأماكن. وسط شوارع بغداد تكثر شجرة الكونوكاربس، هذه النبتة التي كثر الحديث حول مضارها رغم منظرها الجميل والذي يبدو متغيراً بشكلها وقصاتها من مكان لآخر. نعم هي جميلة المنظر، لكن مضارها قد تقضي على كل ما يجاورها من نباتات. ليس هذا فحسب، فجذورها تمتد إلى داخل الأرض لتصل إلى الأنابيب فتخترقها وتتسبب بمشاكل فيها، فتدمر البنى التحتية للأرض التي تزرع فيها، إضافة إلى أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبب بتشققات في الأرض. تدمر الجدران إن وجدت بقربها، وتعد الكونوكاربس القاتل الجبار للنخلة المثمرة، فاحذروا زراعتها. مضارها تصل إلى الإنسان، حيث تسبب الربو والحساسية لما يقطن بقربها. في العراق منعت زراعتها واستيرادها بقرار حكومي، يبدو أنه لم ينفذ من قبل أصحاب المشاتل أو لم تسيطر الجهة المسؤولة عن استيرادها، فنراها حتى الآن تملأ الشوارع والجزرات الوسطية وأحياناً تجاور مباني البلدية دون وجود خطوة فعالة للحد من انتشارها، بينما في بعض دول الخليج احتفلوا بقطع آخر شجرة لديهم من الكونوكاربس الضارة بيئياً وصحياً. طبعا موضوع الزراعة وهذه النباتات مهم جدا، والزراعة ايش تحتاج؟ تحتاج إلى مياه، والمياه يحتاج إلى أمطار، والبارحة مطرت مطرة قوية وفاضت بغداد من جديد، ونرجع موضوع الزرع ما راح يعيش، شي زرع راح يموت. ليش؟ طبعا كل شيء زيادته مثل قلته. احنا مشكلة كل الناس تقول المطر خير وتفرح وتكون سعيدة، إلا في بغداد الناس تتأذى وتحسب حساب للفيضانات، وهسه راح يقولون بلال يروح يروح يرجع على المطر ويحكي نسد هذا موضوع المطر لأن صار أوفر، وخطية المسؤولين يريدون نشفون المناطق بالغرقانة، خلينا نعطيهم فرصة لحد باكر، إذا ما نشفت نرجع نحكي عن الأمطار. أريج راح تحكي أيضا عن تعليقها عن الزراعة واللي تشوفها بالشوارع، بصراحة شيء ملفت بالجزرات الطرق العامة. شنو هذا الإحراج بالجو؟ ليش ما تريدين هيك؟ لا ما أريد أحكي عن الزراعة. أنت معلوماتك الزراعية أكثر. مو هي أريد دائما أنا مبتدئة كلش بهذا الموضوع، ويا دوب أشتري هاي السنادين والنباتات الظلية بالبيت، أما أي شيء ثاني بعد معلوماتي ضعيفة. موجودة بالشوارع ما تأثر بيك وجودها زراعة؟
شنو اكيد هي يعني هاي الاشجار كل ما الحلوة يصير لا كل ما يصير تشجير داخل المدن هو اولا منظره حلو، ثانيا يعني يصفي الجو زين، وثالثا انه يعني يقلل من نسبه التصحر اصلا، رابعا ما بقى لنا وقت راح نقول لكم خليكم باجواء جميله، ونتمنى لكل اهلنا وين ما يكونون يتخلصون من هذا الفيضان، وان شاء الله ترجع شوارعهم افضل من هذا اليوم وافضل من يوم امس. مع السلامه. مع الف سلامه.